شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي توقيع مذكرة تفاهم بين كل من هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة والشركة القابضة لكهرباء مصر والشركة الصينية لمعدات وتكنولوجيا الطاقة الكهربائية المحدودة لبدء إجراء الدراسات والقياسات التمهيدية لتطوير مشروع طاقة شمسية بقدرة 10 جيجاوات. يأتي المشروع في إطار مبادرة الممر الأخضر في مصر، وسيوفر عند اكتماله ما يقدر بنحو مليار دولار أمريكي سنويا من تكاليف الغاز الطبيعي السنوية، إلى جانب خفض حوالي 14 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.